السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. قبل أن نبدأ موضوعنا هذا لهذا اليوم، وجب علينا أن نشكر جميع مشتركينا الكرام لوصولنا 7500 مشترك. شكرا لكم جزيلا، ودمتم بود وصحة وعافية. ما هي أهمية اللهاء المتدلية في نهاية الحلق لدي؟ في الحافة الخلفية لحلقك تتدلى قطعة الرخوة تعرف باسم اللهاء، ويبدو لك أن لا أهمية كبيرة لها، خاصة وأن عددا كبيرا من الناس يزيدونها جراحيا ولا يترتب على ذلك أي أعراض جانبية أو آثار ملحوظة. في الواقع في الغرب يطلق على اللهاء حفنة صغيرة من العنب، واشتهرت عملية إزالتها قديما لمساعدة المرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم. وفي ثقافات أخرى أزيل هذا الجزء الرخو في الفم لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بطقوس دينية أو لاختلالات تصيب الحلق، كما كانت تستأصل لعلاج رفض الرضاعة لدى الرضع ومشاكل تأخر النمو وحتى فقدان الشهية وعلاج الإسهال والقيء. اليوم لا تزال عمليات إزالتها لأغراض مختلفة تجري بين جماعات عرقية مختلفة في إريتريا وأثيوبيا وكينيا والنيجر، وما كثرت عملية إزالتها خاصة وأنه لا يترتب على ذلك أثار جانبية ملحوظة. هذا يجعلنا نتساءل عن أهمية اللهاء الحقيقية، ولما لا نزال نحتفظ بها إن لم يكن لها أي أهمية. لم يخلق الله شيئا عبثا أو بدون سبب، فللهاء أهمية كبيرة في إخراج الأصوات التي تعرف باسم الأصوات اللهوية الساكنة، خاصة في اللغة الفرنسية والعربية، كما أن لها دورا بارزا في الحفاظ على رطوبة الحلق، حيث أن اللهاء معبأ بالغدد المصلية والمخاطية، فعندما تنقبض الألياف العضلية في اللهاء يفرز اللعاب الذي يتناثر في أجزاء الفم أثناء الكلام أو الابتلاع. في الواقع فإن أحد المشاكل الناجمة عن استئصال اللهاء مشكلة جفاف الحلق. أهمية أخرى للهاء أنها تساعد على إغلاق الممر بين الأنف والحلق، البلعوم الأنفي، عند ابتلاع أو الكلام، ما يساعد على دخول السوائل والطعام إلى الأنف أو توجيه الهواء والاهتزازات الصوتية إلى تجويف الطعام. وللها دور في الحفاظ على نبرة أصواتنا، فهي تساعد على السيطرة على الرنين واللهجة الأنفية للصوت. القليل من الأشخاص ممن أزالوا هذا الجزء في الفم يعانون من مشاكل في نطق الحروف الساكنة. في النهاية فقد تبين أن اللهاء دور كبير في التحكم بالأصوات وطريقة إخراجها وتنظيم بعض العمليات، مما يعني أن استئصالها دون وجود دافع طبي من الأخطاء الشائعة التي قد تعود بالضرر على الإنسان. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر أعجبني والاشتراك بالقناة. دمتم بود أحبائي. على قفزة بدون مظلة تدخل صاحبها موسوعة غينيس. قام المظلي المغامر بالقفز لأول مرة من ارتفاع